في الإفراط من تناول الكحوليات والسجاير زي ما وضحنا، في التوتر والقلق والاكتئاب، ده كله برضو ممكن يزود. دي كلها العوامل اللي من ممكن ضمن العوامل المساعدة في ارتفاع ضغط الدم من النوع الأول. تمام. حضرتك اتكلمت برضو على بعض الأمراض زي الفشل الكلوي، اتكلمت على بعض الأمراض من ضمن الأعراض، تمام. ولكن عايز أعرف في أعراض معينة تانية ممكن تكون أولية الشخص يعرفها بنفسه، يعني أول ما تشوف الشخص ده أو الشخص يحس بيها يقول لا هو ده ضغط على طول مثلا، أو مثلا اشتباه أنه عنده ضغط. كويس. مريض الضغط في الغالب أو الضغط الأولي أساسا ممكن يجي العيادة أو المستشفى من غير أي أعراض خالص. لذلك سمي الضغط بالقاتل الصامت. القاتل الصامت، لأن ممكن الواحد ما يحسش بالأعراض خالص نهائي. ودي مشهورة، ربنا يرحمه. ممكن يجي من غير أعراض خالص وتلاقيه جاي العيادة أو المستشفى بفشل كلوي. ربنا يشفي كل مريض. اللهم أمين يا رب العالمين. فالضغط في معظم الأحيان بيجي من غير أعراض. فمن ضمن الروتين الدكتور بيكشف عليه، فبيطمن على العلامات الحيوية بتاعته اللي هي النبض والضغط ومعدل التنفس ودرجة الحرارة، فبيقيس الضغط فيلاقي الضغط عالي. فلهذا السبب إن هو ملوش أعراض سمي الضغط بالقاتل الصامت. خلي بالك إن الأعراض دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنا لو حصل عندي جرح وهو اتعاملت إن هو طبيعي ومفيش منه أي مشكلة ولا الكلام ده، ما أنا ههمله وهيورم مني وهيكون صديد وهتبقى مشكلة. لكن الأعراض بتكون في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني بتخلي الواحد يبقى عارف. يعني يعرف إمتى يتوجه، لأن لو مفيش أعراض زي ما حضرتك قلت كده ممكن تحصل حاجات أكبر بكتير وعواقب أكتر ما يقدرش يلحقها. صح.